هو ليه بتعتبروا في حزب الأمة أن تيار الحرية والتغيير لعب دور سلبي في المرحلة الانتقالية؟ ليه؟ لأنه الثلاث سنوات الأولى حكم وحصل بهدلة في البلد، تهور الاقتصاد، العملة خفضت بنسبة 500%، الأوضاع الاقتصادية تدهورت، أوضاع الأمنية تدهورت، الصراع فيما بينهم مستمر. عبد الله حمدوك قال الجماعة دول ما عندهمش برنامج يعني للحكم. عطلوا عملية الإصلاح الاقتصادي سنة ونص نتيجة لاختلافات أيديولوجية. المجموعات اليسارية بتقول لا، لن يحكمون البنك الدولي، لن نعمل اتفاق مع صندوق النقد، لا نرجع للقطاع العام، مش عارف ايه. وهنا هم عاملين اتفاق مع صندوق النقد ويستند عليه عملية رفع العقوبات والعودة إلى مؤسسات التمويل الدولية وغيرها. فعطلوا الموضوع ده سنة ونص. في السنة ونص دي حصل تدهور مريع في يعني هذا هو المأخذ الوحيد؟ أيوة، ولا في مأخذ أخرى؟ أنه هم مش غير مفوضين شعبيا. والطبيعة الفترة الانتقالية هي طبيعة زي ما أنت بتعدي كوبري، بتعدي جسر. فهم عايزين يناموا في الجسر، عايزين يقعدوا في الجسر يسكنوا. وده ضد طبيعة الفترة الانتقالية. عشان كده احنا الآن 4 سنوات في الفترة الانتقالية ونحن بنرجع لورا، والمشاكل بتزيد، والصراعات القبلية بتزيد، والفراغ السياسي والفراغ الحكومي ماشي في زيادة. نتيجة لإصرار هذه المجموعة اللي هي الحرية والتغيير، المجلس المركزي، وإصرار القوى الدولية أنه لازم هم يحكموا.